معي. مثل ما احنا نبتعد عن السكر حتى ما يصيبنا سكري، وعن الملح حتى ما يصيبنا ضغط، وعن المأكولات والمشروبات حتى ما يصيبنا أمراض، كل واحد يعكر حياتك بعيدة عنه. الراحة النفسية تأتي بالراحة الجسدية، علمتي؟ بس وعيشي حياتك، لا أحد يستحق أنك تعكري حياتك عشانه. عيشي ملكة، من أرادني فليكن تحت شروط سعادتي وإلا فلن يدخل مملكتي. بس علمتي؟ بس وعيشي ملكة. إذا المرء لا يراك إلا تكلفه فدعه ولا تكثر عليه تأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهوك قلبه